السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية الثالثة في الأهلي الليلة. دايما زي ما حضراتكم متعودين دايما بكون معاكم في الفقرة الثالثة، بكون معاكم في فقرة الكرة العالمية، لكن النهاردة معانا فقرة مختلفة، معانا واحد من نجوم النادي الأهلي وواحد من أعظم فراودة النادي الأهلي اللي متعنا كتير جدا بأهدافه. هنتكلم عن النهارده ده بشكل مختلف، كل مره بيجي يتكلم معانا عن النادي الاهلي والماتشات اللي جايه ورايه الفني وتحليلاته، لكن هناخده كده شويه ونرجع بالذاكره لورا عشان نفكر كل الساده المشاهدين تاريخه العظيم والمشرف. وهنتكلم معاه ايضا في مشكله النادي الاهلي يوم الجمعه القادم في مباراته القادمه، هيلعب بدون راس حربه، ازاي النادي الاهلي هيلعب مباراته القادمه. بيشرفني وبينورني واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن احمد بلال. كابتن احمد، ازيك يا عمر؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ تمام، كله تمام الحمد لله. يعني يا كابتن كل مره تبقى موجود بنتكلم معاك على التحليلات وبنتكلم معاك على الاهلي يلعب ازاي بقى وازاي الاهلي يكسب والاهلي ازاي يعمل تغييرات، لكن النهارده يا كابتن عايز اتكلم معاك بقى بشكل مختلف، وعايزين نرجع بالتاريخ لورا، وعايزين يعني عايز اروح مع حضرتك كده. يعني كابتن احمد بلال غير مفهوم راس الحربه في مصر. كابتن احمد بلال يعني كنا متعودين نشوف راس الحربه بنيان قوي، طول عرض محطة، لكن أحمد بلال غير كل النظريات دي كلها، وبقى واحد من أعظم فراودة النادي الأهلي بالرغم من أنه جسمه مش طويل مش قوي، لكن حضرتك كان عندك حاجة مختلفة عن بقية الفراودة اللي موجودين كلهم في مصر. ربنا يخليك. طبعا يعني بشكرك التعليل الحلو ده، بس مين قالك انا مش قوي؟ يعني ما انت يعني شايفني. احنا بنتكلم يا كابتن على يعني في كابتن راس حربه تشوفه كده تلاقي طول بعرض، فهو طول عليه ده العيب ده، لكن كابتن احمد بلال كان مميز ان هو بيعرف يحافظ على كوره، كان دايما بيعرف مفيش مساك يعرف ياخد منه كوره ابدا. الحمد لله. بص هقول لك على حاجه، يمكن من وانا صغير تمام طبعا كنت بتفرج على كل الدوري المصري، سواء اذا مثلا كابتن حسام حسن والناس الكبيره، كابتن خطيب، كابتن طارق ابو زيد، الناس الكبيره اللي كانت بتلعب في مركز المهاجم، سواء اذا كان رقم 9 او رقم 10، وكمان كنت بتفرج على اللعيبه بتاعت اوروبا كلها، يعني كل الفراوده اللي مروا على يعني على كل العصور. طب ما انت كابتن ما قلتش اسماء بره، انا عايز اعرف بره. رونالدو، باتيستوتا، ناس ال كلينسمان، واحد من الناس يعني كل واحد كان عنده. فان نيستلروي تمام، من الناس برضو اللي انا حبيتها جدا وحبيت اسلوب لعبها وطريقه لعبها. في اسماء كثيره جدا، يعني انا اتفرجت على اسماء كثيره جدا الحمد لله. كان في اندي كول ويورك برضو طبعاً. طبعا مانشستر يونايتد اكيد طبعا، يعني الان شيرر كان موجود برضو، كان في الدوري الانجليزي وكان هداف طبعا الدوري الانجليزي تاريخي. طبعا يعني ففي اسماء كتيره جدا انا كنت بتابعها، كنت بحاول اعمل مزيج من يعني مختلف شويه. احنا كنا دايما راس الحربه هنا في مصر اللي يقف بس في ال 18، الكوره تجيله بالعرض يحطها بدماغه تمام صح كده، هو كان كده يعني، كانت هي كانت الاصل في الفرويد عندنا في مصر كان كده. حتى وانا كنت بتفرج على كده، انك الفرويد بيلعب في البوكس يتلعب الكوره بالعرض، يلعبها بدماغه، تتلعب يخش برجله يحطها يقطع القريبه، كان الكلام ده. فحبيت ان انا ابقى مختلف شويه، بقى عندي يعني فكر شويه يعني قريب من الفكر بتاع اوروبا، يعني اللي هو ايه، يقدر على ال 18 ان هو يقدر يشوط، يقدر يرقص ترقيصه ويحط الكره بليسنج، يقدر يلعب الكره بدماغه من مكان، يقدر يطلع على اطراف الملعب ويعمل اسيست تمام. يعني احنا كان مثلا كان الفراوده في مصر كان قليل جدا لما تلاقي واحد بيطلع على طرف الملعب ويعمل كروس، قليل. فابتديت العب اطور الحته دي من نفسي، انا اطورها يعني اشتغل عليها بشكل كبير، ان انا ازاي اطلع على طرف ملعب اعمل كروس. انا عملت اسيست كتير جدا على فكره. هو انت قبل الهوا كنت بتقول عامل 8 نزل كدابين. لا احنا بنتكلم على الدوريات، احنا كانوا مفصلين كل بطوله. يعني كابتن احمد بلال في الدوري ارقامه كذا، في افريقيا انا كابتن من اللعيبه اللي حصلوا اعتقد على كل الالقاب مع النادي الاهلي. الحمد افريقيا لله. اخذت دوري سوبر افريقي، سوبر مصري، كل البطولات، بطولات كاس مصر، كل البطولات الحمد لله. واحترفت كمان بره، بالظبط، احترفت بره الحمد لله. كانت تجربه صغيره في تركيا. فعايز اقول لك يعني الحمد لله، يمكن انا كان ليا فترات كتيره جدا في النادي الاهلي الحمد لله، كنت بعمل كل حاجه في الكوره، يعني ارقص، تلاقي اشوط من بره اهداف من بره ال 18 بدماغي، اعمل اسيست، اشتغل، كنت كل حاجه بحاول ان انا في التدريب اشتغل عليها. يعني حتى كمان انا في اوقات في التدريبات، والكلام ده يمكن اول مره اقوله، كنت بلعب رجلي يمين بس واوقات بلعب رجلي شمال بس،
انا احمد بلال مع نفسي بتنمي يا كابتن انا مع نفسي بالظبط مهارات حضرتك بالزبط. سواء انك تبقى مميز مش بس برجل واحده لا بالظبط يعني انا مثلا انا ليا جوان كتير جدا بشمالي بشوط بشمالي وبقطم بشمالي وبلعب بشمالي بلال. لا مش صدفه طبعا بس تمرين يا كابتن بلال مش حاجه اسمها في الكره بالظبط الصدفه دي مش موجوده في كره القدم كل حاجه بالتدريب كل حاجه بالشغل انا بقول لك كان في اوقات في التدريبات النهارده بقول هلعب بشمالي بس استلم بالشمال ارقص بالشمال اشوط بالشمال كل حاجه كنت بشتغل بالحته دي عشان انمي القدرات بتاعتي انا اشتغل على ما يبقاش عندي حاجه اسمها ايه انت عندك عيب في الحته دي يعني في اوقات كتير جدا بتشوف لعيب لما الكره تجيله على شماله يبقى لسه عايز يعدل على اليمين ويحط ويشوط في واحد اشول يبقى عايز يجيب الكره على شماله ويعدل ويشوط لا ما كنتش بعمل الحته دي كنت بقول لا انا لازم اشتغل برجلي الاثنين لازم الاثنين يكونوا شغالين زي بعض في نفس التوقيت لازم الفينش بتاعي لو جت على الشمال تبقى بالشمال لو جت على اليمين تبقى باليمين لو بالشمال وبليسنج اعملها بالشمال وبليسنج لو باليمين هشتغل عليها باليمين هو ده اللي كنت بشتغل عليه عشان كده الحمد لله وصلت في فتره من فترات ان انا كنت بجيب جون من اي مكان وباي حته برجل الشمال بجيب باليمين بجيب بدماغي بجيب الحمد لله رب العالمين مع ان انا برده مش طويل يعني في ناس اطول مني كتير ما هو ده بقى حضرتك ما انا بتكلم ان في الاول حضرتك غيرت المفهوم والمنظوم بتاع راس الحرب انت راس الحرب يا كابتن او اللعيبه اللي كانت موجوده في الجيل بتاعك كلهم عمالقه يعني الاجسام احنا بنتكلم على كابتن علي ماهر صح نتكلم على تشيرنو نتكلم على كابتن علي ابراهيم صح فكابتن احمد بلال وجودهم طبعا كابتن يعني حسام طبعا لكن كابتن بلال في الثمانينات انا بس اخر السبعينات دلوقتي يا كابتن بلال احنا كنا بنتكلم وقلت ان حضرتك سبحان الله في البدايه مع النادي الاهلي يعني حصل لك بعض الصعوبات ما كنتش بتشارك اصابات ما كنتش موجود فتره الاعداد وكمان وصل بيك الحال ان مستر داكسي تقريبا كان ليه كلام مع حضرتك ان هو كان حاطك بره الحسابات خالص مستر داكسي يمكن انا كنت بلعب مع تسوبل يعني تسوبل يعني مستر تسوبل وانا عندي 18 سنه قال لك انا عايز احمد بلال يلعب معايا ولعبت معاه بطوله افريقيا وسجلت اهداف في بطوله افريقيا تمام واشتغلت بالشكل ده بشكل كويس الحمد لله جه مستر داكسي تاني موسم على طول بعديها كنت انا تعورت جالي اصابه في الانكل وقعدت يمكن شهرين وشويه فما حضرتش فتره الاعداد فجيت بتكلم معاه كان ساعتها في حوالي 6 7 فراوده في النادي الاهلي كان علاء ابراهيم موجود تمام. وكان علي ماهر موجود وكان تشيرنو موجود وكان روبرت اكروي موجود ومحمد فاروق موجود واحمد صلاح حسني موجود ووليد صلاح الدين يعني كان برضو عارف انت بيلعب شويه حته في الحته دي بيلعب في المكان ده وكلهم اكبر مني في السن يعني كلهم لهم كل التقدير والاحترام طبعا يعني فجي مستر ديكسي قاعد معايا في بدايه الموسم قال لي انت مش هتلعب معايا ده لوحده كده ولا حضرتك رحت سالته لا انا رحت بقى انا كنت خلاص رجعت من الاصابه فبتمرن فبساله يعني بقول له انا يعني ايه وضعي فين دوري في الفرقه يعني فقال لي لا انت مش هيبقى ليك دور معايا السنه دي قلت له السنه دي عارف السنه دي تخض يعني فاهم يعني كلمه السنه دي تخض يعني طويله يا كابتن كمان يعني السنه دي موسم طويل طبعا ولا شهرين يعني اصل لو الفتره دي ماشي ممكن يعني اتمرن واجتهد لا قال لي لا مالكش فتره قلت له يعني ايه السنه دي قال لي انا معايا 6 فراوده كلهم اكبر منك سنا واكتر منك خبره وانا محتاج اركز معاهم مش عايز عدد كبير في الملعب وانا هركز مع دول وانت تقول طب كان ساعتها كابتن علاء عبد الصديق كان واقف جنب يعني هو كان بيترجم كابتن علاء صح اكبر مش انجليزي يعني كان كابتن علاء بيترجم يعني فقلت له كابتن علاء الكلام ده معناه ايه؟ قال لي هو بقول حتى كمان يعني التمرين مش يعني هتبقى صعب تتمرن معاه قلت له يا كابتن يعني هي الكوره بالسن انت حضرتك لعبت كوره قبل كده وعارف اكيد يعني الكوره بالسن ولا يعني يعني عشان ابقى فاهم بس انتوا الفكره يعني عند المدير الفني ايه عشان ابقى فاهمها يعني فاهم قال لي يا بلال لا هو الراجل شايف انه عنده عدد كفايه وانت قلت له هو شافني قال لي لا ما شافكش قلت له طب يبقى اكيد كابتن ما عندوش فكره حسيني طيب قلت له اكيد ما عندوش فكره قلت له بس يا كابتن اقول لك على حاجه ما هو انت خلاص بقى يعني انت بره الفرقه يعني فقلت له اقول لك على حاجه بص المدرب ما اقتنعش باحمد بلال يبقى ما عندوش فكره وش كده كده على طول وش بص على طول بص انت بتخبط فيا خلاص خربانه يا كابتن بلال خلاص ما هو بيقول لك بيقول لي السنه دي انت مش موجود فاهم يعني انت عارف يعني السنه دي مش موجود قلت له يا كابتن بص المدرب ما اقتنعش بيا انا كانت لسه عندي 19 سنه يعني قلت له المدرب ما اقتنعش بيا وما عندوش فكره بس مش هقدر اقول لك اكتر من كده قال لي ازاي يا بلال ايه الكلام اللي بتقوله ده قلت له زي ما بقول لحضرتك كده لو هو مش مقتنع بيا قول له انا بقول لك انت يعني على قدك بالظبط كده بس السلام عليكم بعدين يا كابتن ايه اللي حصل؟ بعد كده ما رحتش النادي الاهلي تاني قعدت 6 شهور في البيت
ست شهور كابتن احمد عارفين. بلال قاعد في بيكلموني في الناشئين، انا كنت مقاعد في الناشئين طبعا يعني. كنت تحت السن فكان ساعتها كابتن ضياء السيد اللي ماسك تحت كابتن محمد رمضان كان مدير قطاع الناشئين، فكلمني كابتن رمضان بيقول لي هم بلغوني ان انت هتيجي تمرن معايا، قلت له يا كابتن وانا ببلغك الناحيه الثانيه مش هاجي. يعني طب يا كابتن ست شهور لا في البيت مفيش ما بتتمرنش؟ خد بالك انا نفسيا يعني عارف طبعاً الموضوع طبعاً صعب جدا طبعا، كنت بلعب اساسي مع تسوبل وبعدين اتعورت، وبعدين الراجل جه ما حضرتش معاه اول فتره فقال لك لا خلاص انا مكتفي بالعدد اللي موجود. طب يا كابتن بلال انا عارف ان حضرتك نفسيا كنت يعني محطم وكنت متضايق جدا وما كنتش متوقع السيناريو اللي ممكن يحصل. بص هقول لك متضايق لان خد بالك يعني في لعيبه بتحس بامكانياتها، انا بحس بامكانياتي يعني انا عارف امكانياتي كويس، فبالتالي باخد رد الفعل عليها فاهم. يعني ممكن واحد تاني يقول لك خلاص انا هجتهد وهصبر فاهم قصدي، ويمسك ايدي كده وخلاص ماشي. لكن انا رد فعل هو ساعتها طبعا انت عندك 19 سنه، لو حد قال لي يعني لو انا بيرجع بيا الزمن اكيد مش هعمل كده طبعا يعني، ولا هرد عليه كده ولا هعمل كده. لكن يعني انا قلت لهم، لكن انا كابتن محمد رمضان بس انا الراجل ده بحترمه جدا طبعاً جدا، ومن الناس على فكره يعني اللي فعلا عقلية مش ممكن يعني قويه جدا يعني الحقيقه. فقلت له يا كابتن هو يعني مستر كابتن عبد الصمد بلغك ان انا معاك وانا بلغك ان انا مش معاك. فقال لي يعني قلت له مش هيجي. طب يعني هتعمل ايه؟ قلت له مش عارف مش عارف. اكيد كان بيضحك في التليفون. كان والله قال لي تعالى اقعد معايا. قلت له يا كابتن اسف مش هقدر اقعد معاك. قال لي يعني ايه؟ قلت له مش هقدر يا كابتن، انا مش هقدر اجي النادي دلوقتي تاني خالص. اديني فرصه كده اقعد مع نفسي شويه وبعدين اجي. طب يا كابتن ست شهور كنت بتعمل فيهم ايه؟ يعني هل كان في تدريبات ولا حضرتك كنت بدرس مكتئب وقعدت بدرس يعني كنت بتطلع غلك في الدراسه؟ كنت بدرس ساعتها انا في كليه التجاره، وبعدين كنت بروح بقى العب خماسي كده يعني العب دوري الشركات فاهم. بس انا كنت تعب ما كنتش قادر ادخل النادي بصراحه. ما كنتش قادر يعني، دي حاجه غلط يعني، دي حاجه انا لو راجع بيها الزمن هقول ان انا مش هعمل كده تاني اكيد. بس انا رد فعل كان صعب قوي فاهمني. انت بتلعب اساسي مع كل الموجودين، وبعدين فجاه لقيت نفسك بره يعني كل الاحلام والطموحات اللي انت بنيتها فجاه بدون مسببات يعني بدون اي اسباب بدون اي مقدمات لقيتها مش موجود. فجاه انت مش معانا بس خلاص، مش معانا ليه؟ العدد كفايه يعني مش معانا. مثلا لو انت وحش يبقى خلاص انت عارف ان انت وحش وان انت مثلا ادائك مش كويس او او او، انما عشان العدد كتير يعني انت بقى تستنى انزل نيكست لا هتستنى هتستنى لحد ما 3 4 يتعوروا ربنا يسهل. والله قعدت 6 شهور وبعدين لقيت انا عايز اعرف بعد كده بقى ايه اللي حصل بقى يا كابتن. كابتن رمضان كلمني تمام تاني كلمني قال لي كان ساعتها ليا فلوس في النادي يعني، فكلمني قال لي بص انت ليك فلوس في النادي قد كذا فتعالى خدها. قلت له طيب يا كابتن لو ليا فلوس هاجي اخد اي حاجه تانية لا. قال لي طب تعالى، هو كان بيحبني كابتن رمضان يعني. فقال لي قلت له طيب يا كابتن ماشي انا هاجي اخد الفلوس بتاعتي. فرحت قعدت ما لقيت فعلا ليا فلوس هناك، وانا بيني وبينك ما كانش معايا فلوس خالص ساعتها ولا بقبض ولا اي حاجه. كنت وقتهم بتصرف بس قوي وكنت باخد من ابويا وامي الله يرحمهم يعني. فرحت النادي لقيته في فلوس حلوه يعني مش قليله تمام. كل ماتش تقريبا لعبته في الفرقه في الفريق الاول كان تقريبا ب 1000 جنيه ساعتها. فلقيت بقى وانا كان عليا ديون وحاجه حالتي صعبه جدا يعني. فرحت الكابتن رمضان كلمني قال لي بقول لك ايه باقي شهرين وينتهي الموسم اللي تحت وهنلعب يعني خلصنا قطاعات وهنلعب دوري الجمهوريه اللي هو الدوري الممتاز زي الدوري الممتاز بالظبط تمام. وساعتها كان الفريق الاول كمان بيلعب. فقلت له يا كابتن يعني ايه مش فاهم يعني تعالى العب كده معانا. قال لي يعني تعالى العب وفرصه هنلعب ساعتها في التتش يعني كان الماتشات الاولى كانت في مدينه نصر بيلعبوا. قال لي هنلعب ساعتها في التتش وهم الناس موجوده والراجل موجود. قلت له يا كابتن لو هتديني فلوس هلعب، مش هتديني فلوس مش هلعب. انت كابتن محترف مش محترف ولا حاجه بس يعني عارف انت يعني لا ما السنه اللي بعديها كان الناشئين لحد 19 سنه فانا كده فانا عامل حساب ان انا ماشي خلاص فاهم قصدي. فقلت له هتديني فلوس هلعب، مش هتديني فلوس خلاص يبقى انا مش هاجي ومش هتعب نفسي تمام. قال لي طيب هديك فلوس ماشي على كل ماتش هديك 1000 جنيه. لا كابتن رمضان ذكي جدا. كابتن رمضان بيعرف يتعامل نفسيا مع جداً مع اي نوع من انواع اللعيبه جدا ما شاء الله. كان في 6 ماتشات ثلاثه كنا بنلعب الاسماعيلي والزمالك والاسماعيلي والزمالك والمقاولين يعني 6-3 رايح و3 جاي تمام. هم دول كانت اللي هو التصفيه الاخيره يعني هناخد بطل بقى يبقى بطل الجمهوريه. فقلت له طيب يا كابتن رمضان هاجي العب معاك. لعبت 6 ماتشات دول جبت بتاع 8 اهداف
ماشي، وفي الزمالك جبت، وفي المقاولين جبت، وفي الاسماعيلي جبت عندنا، وكان كل الماتشات تتلعب قدام ديكسي، قدام ديكسي. اه هو طبعا مش شايف يعني، مش عامل حساب، فكل ماتش طبعا اطلع اجيب لي جونين ثلاثه يعني. في الاسماعيلي جبت ثلاث اجوان ماشي، في المقاولين تقريبا جبت اربعه، وفي الزمالك اتعادلنا 1-1 وجبت الجول، فاهم؟ فكل ماتش يطلع كابتن رمضان يقول لي بص عالمي، بص انا كلمت الراجل عليك. قلت له ما تتعبش نفسك يا جدع، هو العدد عنده كبير يا كابتن، مش هيلاعبني غير لما ايه العدد يقل. كابتن رمضان لو عايز تجيب لي عوض حد بس موجود. قلت له يا كابتن انا جيت طبعا يعني، اي نعم انا قصرت كتير، بس انا ايه رايك؟ انا كنت بروح اقعد على فوق على المكتب عنده فوق، مش على الكرسي، اقعد مع كابتن رمضان. يعني هو بصراحه كان بيتعامل معانا بشكل محترم جدا، هو كان بيحبنا جدا يعني، وهو كان مقتنع يعني. هو بيقول لي بص انا مقتنع بيك ايا كان رد الفعل الناس اللي فوق، بس انا مقتنع بامكانياتك يعني، عارف ان انت عندك امكانيات كبيره، ممكن ما يكونش في حتى نصيب في النادي الاهلي، بس فيما بعد ممكن يكون لك نصيب كويس. قلت له طيب خلاص خلصنا اللعب بالظبط، خلص الموسم، خلصته وانتوا بطل الجمهوريه خلاص. اه خلاص وولع وخلاص وبتجهز نفسك انك تمشي يا كابتن بلال خلاص. آه انا جالي عروض كتيره، انا جالي عروض كتيره ساعتها. انا جالي الاتحاد السكندري، وجالي الاسماعيلي، وجالي المصري، وجالي حاجات كتيره جدا. انا يعني انا قاعد في بيتنا مثلا لحد ما ايه تقريبا كان شهر 6 بيخلص. وطبعا ديكسي والاهلي ما كانوش شايفين الفتره دي خالص. لا لا خالص خالص خالص، الاهلي كان وحش قوي. ايوه بالظبط، الاهلي كان ماشي بشكل سيء، بس من فضل الله الاهلي خد البطوله في بطوله الكاس. أيوة بس على جمهور الاهلي طبعا كان غضبان جدا وزعلان جدا، وكان جمهور الاهلي متضايق جدا جدا، لان كان الوضع في الدوري كان مسيء جدا يعني، كان سيء للغايه يعني. يعني ده معناه ان انا صدقت نبوتي يعني. فرحت خلصت مستني بقى. كان جالك عروض كتيره؟ بس انا لحد 1-6 ما فيش حد يكلمني، فانا عارف انت 1-6 قاعد في بيتكم عمل بقى ضغط الكره. فبس بعد شهر 6 لقيت بقى ناس كتير قوي جدا بتكلمني وبيتفقوا معايا، وبقى وابتديت بقى ايه اقول ارقام بقى، فاهم؟ الارقام اللي انا كنت بحلم بيها زمان ابتديت اقولها. احلامك بتتحقق. فلحد ما جه كابتن شوقي غريب كلمني في التليفون، كان هم بيلعبوا كاس عالم هناك، كانوا واخدين ثالث كاس عالم. فلقيته بيتصل بيا بيقول لي انت فين؟ فقلت له انا بلعب دوري الشركات، كنت ساعتها بلعب دوري الشركات. فقلت له بعمل كذا كذا. قال لي طب كويس، انا عايزك تيجي لي كندا. اعمل ايه يا كابتن في كندا؟ قال لي عندنا بطوله اسمها الفرانكفون وانا تعالى العب معايا، دي 79-80. قلت له طيب. قال لي بس بص كابتن حسن شحاته بيمرن فريق الشباب، روح اتمرن معاه اسبوع كده و10 ايام وعد نفسك كويس وتعالى لي. قلت له طيب ماشي. فرحت عدت. الفريق حلوه طبعا. اه حلوه جدا، بس جت فريق حلو تغيير جو جدا. اه جدا بصراحه. والمهم سافرت هناك، انا رايح طبعا مبسوط جدا يعني، بس رايح عارف يعني كل الخنقه اللي انت فيها والغضب والزعل وخلاص، وانت ماشي من الاهلي خد بالك، وانت اصلا ماشي من الاهلي خلاص. انا صح، انا بره الاهلي خلاص، انا رجلي بره الاهلي خالص، الموضوع بقى اصبح منتهي يعني، فاهم؟ حتى يعني مفيش كلام ان انت هتتعيد، مفيش اي حاجه، مش حد يكلمك. فرحت الفرانكفون، كابتن شوقي قال لي بص العب زي ما انت عايز، مفيش اي قيود خالص، احنا واخدين بطوله كاس، واخدين ثالث عالم، الامور بالنسبه لنا حلوه، فانزل العب ومتع نفسك يعني. نزلت لعبت، عملت بطوله رائعه جدا جدا جدا، كنت هداف المنتخب في البطوله دي. خلصت بقى هناك ولقيت بقى كل مصر، كل العالم بيكلموني انا هناك على التليفون، كل الاسماعيلي والمصري والزمالك وكل الفرق، لقيت كل الفرق بتتصل، كل الناس بيكلموني، حتى الايجنتس يعني السماسره كلهم بيكلموني، طب ده هنوديك حته، هنوديك هنوديك. حتى كمان كان جالي عرض ساعتها من بعد البطوله دي في بلجيكا، هناك كان في واحد سمسار كان جايب لي عرض كده في بلجيكا، وقال لي خلاص انت بعد البطوله ان شاء الله نطلع نسافر نروح بلجيكا، وانت انا عارف ان انت فري، وكان الاهلي فات ميعاد التأييد وما حدش أيد خالص. يعني يا كابتن عدى 15 يوم، عشان بس نوضح للساده المشاهدين بالزبط. ان في نهايه كل موسم اللعيب اللي ما يتمش تأييده او ما يتمش تبليغه ان هو مش مقيد مع الفريق بعد 15 يوم من اخر مباراه، يحق ليه ان هو يرحل عن النادي بدون اي مقابل. صح بالظبط. وتاخد 25%. اه بس انا لو ما بلغكش، ما انا ما كانش لي ما كنتش عامل عقد، ما كانش في عقد، ما كانش في عقد، فكده كابتن احمد بلال فري خلاص. ومستني الخطوه اللي جايه بالظبط كده. فانا لقيت كابتن شوقي بيكلمني هناك بيقول لي الاهلي عايزينك في البرتغال. قلت له يعني ايه يا كابتن عايزين في البرتغال؟ قال لي هم اتصلوا بيا. طب لحظه بس يا كابتن، دلوقتي مستر ديكسي كان موجود ولا ماشي خلاص بقى؟ ما احنا دي حته مهمه. اه كان ماشي، ما هو السنه خلصت، هم مشوه اصلا، مشوه قبل الكاس ما يخلص. انت عرفت ان مختار واخد الكاس تقريبا مع الاهلي. انت عرفت ان مستر ديكسي مشي خلاص. اه تمام. وبلغوك ان مستر مانويل جوزيه بس كابتن علاء بصراحه كان موجود، مختار كان موجود كان موجود. فبلغوك او حضرتك عرفت ان في مدير فني جديد اه تمام جه للنادي الاهلي، فقلت طبيعي
ان الناس اللي موجوده هتبلغوا مين اللي كان بيلعب. الله ينور عليك. مين اللي كان خاصه ان ما حدش كلمني اصلا بعد ما السيزون خلص. يعني انت السيزون خلص ما حدش كلمني خالص. ماشي حلو. فانا بقول لك فوجئت لقيت كابتن شاه غريب بيقول لي لا ده في الاهلي عايزين يعني عايزينك تروح البرتغال يتفرجوا عليك. قلت له لا مش هروح. اروح قال لي طب ليه مش عايز تروح؟ قلت له يا كابتن لا ما انا هم ما حدش كلمني وانا مشيت وانا اوريدي اتفقت مع ناس ثانيه طب هروح اعمل ايه؟ وبعدين هم اشتروا ناس جديده فمفيش يعني مفيش فرصه. يعني كان حد مشى يا كابتن بلال الفتره دي؟ لا ما كانش حد مشى خالص. لسه كان لسه تقييم مستر جوزيه لسه لا خالص. لا 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 خالص. وما كنتش اعرف اصلا مين المدير الفني جاي للاهلي. انا بقول لك كنت انا في كندا فما اعرفش مين تعاقده مع مين. فقلت له يا كابتن لا انا بعد اذنك انا هسافر على مصر مع الناس اللي راجعه عشان انا في ناس يعني في ناس كتير بتكلمني اقعد معاك. لا هتروح الاهلي. كابتن شوقي قال لك لا. لا قال لي لا مش هينفع ترجع مصر لازم هتروح على الاهلي عشان هم عايزينك هناك. وانا قلت لهم ان انا هبعتك يعني على هناك. قلت له طيب يا كابتن ماشي. رحت البرتغال من كندا على البرتغال على طول. اتمرنت هناك وبعدين كان في ماتشات وديه ما لعبتش ولا ماتش. ويمكن انا الوحيد من الفرق يعني رضا شحاته لعب وابو مسلم وشيتوس وكل الناس لعب. انا الوحيد كل الناس اللي جايه من المنتخب انا الوحيد اللعيب الوحيد ما لعبش ولا حتى شوط هناك. طب انا عايز اعرف بس وما زعلتش خالص على بس فكرة. انا عايز اعرف حضرتك رحت البرتغال قلت لمستر مانويل جوزيه ايه الانطباع الاول؟ ولا اي حاجه. ولا هو اتكلم معاك ولا اتكلم معايا ولا انا اتكلمت ولا اي حاجه خالص. انا رحت سلمت على ناس. طب في تدريب كانوا قدامهم بالظبط والله اسبوع تقريبا هناك. كان ماتشين ثلاثة والدين انا كنت بتدرب بس مش عايز ابطل بقى خلاص. انا كملت تدريب بتمرن كويس سيريس يعني بس الماتشات بتيجي ما بلعبش خلاص. نزلنا القاهره النحادي انا مش في ما هو انا انت مش في الفكره اصلا يعني بس يعني هو الراجل بيشوفك في التدريبات ممكن يكون عايز يشوفك في التدريبات او في فرصه عايز يشوفك بس ما جاتش الفرصه يعني تمام. لان كان في بطوله افريقيا قريبه جدا وكان في اسم مقايضه في بطوله افريقيا وكان النادي الاهلي عنده بطوله افريقيا. فروحت نزلنا على مصر على طول. كان في ماتش مباراه ريال مدريد قبليها على طول فكنا حتى في التدريب فانا خلاص ابتديت ارتب اوضاعي ان انا ماشي وابتديت ارتب مع الفرق اللي انا يعني كنت هروح. كنت بلجيكا كابتن ولا كنت جوه مصر؟ لا كنت عايز اخد بقى الخطوه بتاعت بلجيكا يعني فاهم قصدي. وظبطت ورتبت مع الراجل الايجنت اللي كان جايب لي العقد ساندر دليج مثلا ولا اندر ليخت ولا يعني انا عارف الاسماء صعبه في بلجيكا يعني احنا لو اتكلمنا بس انا مش كلوب بروج لا طيب خلاص مش مشكله والله مش فاكر النادي هنفتكر بعدين باذن الله. وخلاص ورتبت نفسي على كده. فبعدين مستر مانويل جوزيه كان يعني كان في تدريب فهو كان التدريبات بالشنكار دي من الحاجات الخفيف يعني انا عارف بس مانويل جوزيه كان حريص جدا ان هو كل لاعب ينزل بالشنكار فقال لي يا جماعه التدريبات بقى كده بالشنكار تمام وانا ما خدتش بالي يعني ما ركزتش يعني. فانا نزلت التمرين كنا بنتمرن في مدينه نصر وانت عارف اوضه اللبس بعيده جدا 2 كيلو يعني على الملعب الكبير. فالمهم جالي كده انت فين الشنكار بتاعك؟ قلت له ما بتمرنش بشنكار. اول كلاش قال لي ليه؟ قلت له ما بعرفش اتمرن بيه. قال لي التمرين ما فيش تمرين غير بالشنكار. اطلع هات. قلت له مش هجيبه. نهار ابيض يا كابتن ده وش كده مع مستر مش هجيبه. قال لي يعني انت ما خدتش اتمرن؟ قلت له خلاص مش عايز. على طول اول بص انت ما لعبتش وانت بتتمرن وخلاص هتمشي ومش متأيد اصلا تمام تقريبا يعني والله. المهم ف طب بره؟ قلت له حاضر ماشي بره. قمت ماشي. كابتن مختار نادى عليا بلال راح فين؟ قلت له كابتن. وقال لي انت مش هتتمرن. فانا ماشي. تعب كابتن مختار بقى يا ولد يا بلال يا ولد يا ولد يا بلال ما عيب يا ولد كده مختار جميل انزل هات. قلت له والله يا كابتن هجيبه. طب ابعت اجيبه لك؟ قلت له لا ماشي. بس راح بعت كابتن مختار سياسي يعني بيحاول يوصل لحلمه بالظبط. هو كابتن مختار يعني هو كان بيحبني وهو مقتنع بيا كابتن مختار يعني. ف المهم طلعت بره التمرين وما اتمرنتش برضه بعد كل المحاولات خلاص. لا خلاص عشان شنجارد واحد حضرتك مش عايز تجي مش عايز. لا خلاص ماشي. راحوا ريال مدريد ما كنتش موجود في الفرقه تمام. رحت الملعب وشفت الناس وبتاع بس ما كنتش يعني في السكور خالص. وبعدين كابتن ضياء السيد عادي يعمل معايا محاولات لحد ما مضاني على استماره. ورحت والنادي الاهلي لعب اول ماتش السويس في السويس واتغلبنا 1-0 هناك اول ماتش في الدوري العام مع مستر مانو. بدايه ايه؟ مفيش اوحش من كده. لقيتهم بقى بيكلموني مستر مانويل نادى عليا قال لي بص انا شايف انت بتمرن كويس بتمرن كويس احنا هاخد بالك الفتره اللي ما بيكلمنيش خالص. انا بتمرن خالص يعني بتمرن جد يعني لان عندي امل ان انا هسافر يعني فاهم. فقال لي انا هاخدك معايا الماتش اللي جاي. فقلت له ماتش ايه؟
علي عندنا ماتش الاتحاد اللي جاي ده كمان اسبوع. كان في اسكندريه يا كابتن؟ لا في القاهره. كان في القاهره. والماتش ما كانش مذاع. قلت له طيب بس انا مش عايز العب، عايز امشي. فقال لي لا هتلعب معانا الماتش وبعدين بنفكر في موضوع انك تمشي ده، بنفكر مين نتكلم مع علاء مع بصادق يعني. قلت له كابتن علاء لا انا عايز امشي مش عايز اقعد. قال لي يعني انت مش عايز تلعب؟ قلت له عايز العب بس عايز امشي. فالمهم فلعبت الماتش كسبنا 2-1 ولا 1-0، 1-0 انا جبت جول الماتش ده كسبنا 1-0. بعديها على طول برضو بس كابتن ما كانش مذيع الماتش، ما كانش مذيع لا كان في الاستاد. في ايه حظ الدنيا عامله ايه؟ ايه الحظ ده؟ بص حظ صعب جدا. بص خد بالك وفضلت وبعدين انا يا كابتن ده انت مش يعني ده انت كابتن لواحد مكانك ده كان مش زمانه بطل كوره، ده كان زمانه غير المجال اصلا خالص. انا عايز اقول لك راح لعب كره سله من 8 من شهر 8 شهر 1 شهر 1 بتمرن بس على امل واجلت موضوع بلجيكا السفر لبلجيكا ومضيت مع الاهلي بعد ما قالوا لي بعد ما ضحكوا عليا ولعبوني ماتش ماتش الاتحاد ماتش الاتحاد وكسبت 1-0 وانت اللي جبت بس ما كنتش مخالف في افريقيا. فطبعا انت عارف الاولاد بتبقى للمخيدين يعني تمام قصدي ما كنتش مخالف في افريقيا فخلاص الناس بتلعب وانت غصب عنك يعني. فانا ركزت قلت بس انا ركز في التدريبات وبتاع وشهر واحد ان شاء الله انا لسه صغير عندي 20 سنه وشهر واحد ان شاء الله يبقى في امل. المهم فضلت اتمرن كويس قوي تمام مفيش اي مشكله خالص لان انا مش يعني خلاص الهدف مش انك تلعب بقى خلاص لان خلاص بقت بعيده فاهم قصدي. مين يا كابتن كان هجوم النادي الاهلي؟ كان هجوم النادي الاهلي كان نفس اللعيبه تقريبا نفس اللعيبه كان بيعتمد مستر جوزيه على كان برضو علي ماهر كان موجود برضو بس كان في صفقه كابتن خالد بيبو كان ضعف عليه خالد بيبو طبعا كان موجود ساعتها خالد بيبو مع الفرقه فكان برضو لعيبه عندها امكانيات كبيره بس انت بالنسبه لك انا بقى كاحمد الهدف ما كانش انك تلعب لان خلاص انت شايف الهدف ده بعيد خلاص فاهم. فابتديت اركز ان انا اسافر. جه شهر واحد خلاص اتفقت مع كابتن علاء واتفقت مع مستر مانو قلت له بص انا جاي لي اروح اختبارات 10 ايام تمام في بلجيكا ولو في امكانيه يبقى ان شاء الله اخلص هناك وبتاع. فقال لي اوكي ما عندناش مانع. خلاص افريقيا خلصت بنلعب ماتش المنصوره في المنصوره الاهلي كسب 1-0 وتعور 3 لعيبه مره واحده تشيرنو تعور وعلاء ابراهيم تعور وخالد بيبو جاله شد في الخلفيه واربعه كده انذارات وبتاع وانا كان الماتش ده كان يوم جمعه وانا كنت مسافر يوم الجمعه بالليل كان طيارتي بالليل. كلموك الغي السفر؟ لا مش كلموني ده هم كانوا بيحطوا السكور شيت يوم يعني يوم المعسكر تمام خميس. تمام ف المهم فانا كنت بتمرن وخلاص وحضرت نفسي يوم الخميس رحت النادي اتمرنت برضو وسلمت عليهم ومشيت على طول بعد التدريب لقيت كابتن سعيد بيكلمني بيقول لي يا بلال انت فين؟ قلت له انا في البيت بسافر ان شاء الله بكره باذن الله. فقال لي لا تعالى احنا عايزينك في المعسكر. قلت له يعني ايه يا كابتن سامي المعسكر ايه؟ قال لي المعسكر بتاع ماتش بكره. والله بكلمك جد. قلت له لا ما هو انا بكره ايه يا ابني انا مسافر بكره ما خدتش مستصدينك والله العظيم. قلت له كابتن علاء عارف ان انا قلت له هم عارفين ومستر مان وبتاع انا سلمت عليهم النهارده اصلا في قبل ما انا كابتن احمد بلال يا كابتن سعيد انا احمد بلال لا ما كانش لسه احمد بلال لا 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 مش قصدي ممكن يكون الاسم يعني لا بيتكلم حد غيرك انا جالك كله ما كله عارف جديد انا جالك في الكلام اهو. المهم فقلت له ازيك يا كابتن؟ قال لي والله هم قالوا ما فيش بتاع فهناخده ما فيش حد في ال 18 ما فيش فراوده يعني فاهم قصدي. فقلت له بس انا مسافر. طب اديني كابتن علاء. راح جاي كابتن علاء مكلمني بلال انت فين؟ قلت له انا في البيت. قال لي هات الشنطه وتعالى على المعسكر. قلت له يا كابتن ما انت عارف ان انا مسافر بكره انا طيارتي بكره الساعه 12 بالليل. قال لي لا احنا عايزينك بس المعسكر وبعدين بقى بمشي من بعد الماتش على طول والله العظيم. قلت له يا كابتن امشي بعد الماتش ازاي؟ معايا شنطه سفر اجيبها للاستاد. قال لي هات الاستاد معاك. قلت له طيب ماشي. لبست الترنج بتاعه مش خدت الشنطه بتاعه السفر وشنطه ورحت على المعسكر. وتاني يوم قاعدين كده في المحاضره وبتاع انا طبعا رايح مش هلعب يعني ممكن عشان السكور بس يعني رحت ادي وقت لذيذ ظريف. فامير عبد الحميد قاعد جنبي. فالمهم مستر مانو هو كان ساعتها كان هو في عاده كده بينسى الاسماء شويه يعني بيقول واحد يلعب وبعدين يرجع في كلامه يقول لك سوري فلان. فالمهم الاسماء التشكيل ماشي بلعب القناه هنا في القاهره. قال لك بلال. فانا عمال بضحك جنب امير يعني بنهزر يعني. فامير بيقول لي الحق ده بيقول اسمك. قلت له يا عم انت عارف ما هو الراجل ده انا ازاي بينسى مش اكيد مش انا يعني. فقال لي لا والله انت. قلت له لا والله ما ده كتبه. قلت له ركز بقى معايا. اتفاجئت يا كابتن انك هتلعب ماتش القناه. انا هو اصلا معلش حتى وهم واخديني في المعسكر انت كنت متفاجئ انك هتلعب قدام امر واقع الموضوع ما فيش فيه هزار. انا عرفت ان انا هلعب وانا في المحاضره المحاضره اللي هي قبل الماتش بساعتين مش مثلا من قبلها بشويه. فالمهم نزلت الماتش
مش عارف تعمل ايه فاهم. بس انا كنت بتمرن كويس الحمد لله يعني. نزلنا الماتش كنا خسرين 1-0 تعادلنا. وائل جمعه جاب الجون الاول. الجون الثاني جبت انا في الدقيقه يمكن 78 او 82. كسبنا 2-1 خلصنا الماتش الحمد لله. اسافر بقى اشوف اكل عيش. رحت بقى كان كابتن ياسين الله يرحمه موجود فرحت بقى اسلم عليهم كابت عليا ان شاء الله اشوفك بقى بعد 10 ايام وبتاع وربنا ييسر حالي ان شاء الله. قال لي طيب خلاص. قال لي طب ماشي كابتن علاء ماشي سلم عليا وبتاع المهم خدت الدش ومش عارف ولبست هدومي واخد الشنطه لقيته بينادي عليا بيقول لي خد يا بلال عايزك تعالى. وقعد هو كان قاعد جنب كابتن طارق سليم وجنب جوزي. قال لي بص الراجل عايزك تلعب الماتش الجاي. ده وش كده كابتن على طول. قلت له الماتش يا كابتن. قال لي الماتش اللي جاي. قلت له يا كابتن مصطفى. قال لي طب استنى. قعد يتكلم معاه شويه كده اللي هو يعني بيقول له احنا خلاص احنا جينا له السفر المره اللي فاتت وهو يسافر و10 ايام وجاي وكده. قال له لا انا عايز يلعب معايا. انت عارف مستر مانو ايه يعني يعني ما بيكون عايز حاجه هي خلاص بتحصل. يعني لا انا عايز تلعب معايا الماتش الجاي. فانا قلت له فقال لي بلال مستر مانو عايزك تلعب معايا الماتش الجاي تمام. هو الراجل بيقول انا مقتنع بيه وده هيبقى كويس وبتاع. فقلت له كابتن انا عندي سفر اقول للراجل ايه الناس مستنيني في المطار. قال لي طب انا هتصل بيه. قلت له اتصل بيه يا كابتن انا عايز اسافر. اتصل بيه قال لي طب استنى. قعد يتكلم مع كابتن ياسين شويه. قال لي روح انت دلوقتي 5 دقايق وتعالى. فمفيش 10 دقايق لقيته بيناديني. قال لي بص كابتن سليم ومستر مانويل وانا موجود معاهم هم عايزينك تلعب تبقى موجود الماتش اللي جاي تمام. اجل بقى سفرك ما تاجلش سفرك شوف اللي انت عايزه. مش قصتي اتصرف انت بقى مع الراجل انا كنت هكلمه دلوقتي مش هكلمه. تمام. فقلت له طب يا كابتن مش عارف. فسكت كده شويه. فمستر مانويل ناداني قال لي انت عايز تعمل ايه؟ قلت له مستر انا في فرصه جايه لي في بلجيكا وبتاع وعايز اسافر. قال لي بص لو لعبت وبقيت كويس عارف انت انت لسه صغير عندك 20 سنه بتسمع كلام يعني ولو لعبت وبقيت كويس وعديت بشكل كويس ممكن يجي لك فرصه احسن من كده بكتير. هو بقى ابتديت ايه ابتديت افكر بقى فاهم قصدي؟ لعب على الخطر الحساس. فكان كابتن علاء قال لي بص انا اكلم الراجل. فكلمه قال له لا بص احنا هنأجل سفر بلال دلوقتي اسبوع او 10 ايام كده لحد ما لان احنا ما عندناش لعيبه وهو لازم يلعب الماتش الجاي. كان الماتش اللي بعديه كان يوم الاثنين يعني سبت وحد والماتش كان الاثنين. لعبت الماتش الاثنين في البلديه. في البلديه كسبنا 2-0 جبت انا جونين. وبعديها على طول الجمعه لعبنا المصري عندنا في القاهره جبت جون. وبعدين بقى انت فكلمني الراجل السمسار قال لي هنسافر امتى؟ قلت له مش مسافر خالص. بص يا كابتن دي طبعا يعني اهداف الكابتن احمد بلال اهداف قليله طبعا يعني لو فضلنا نجيب كل الاهداف بتوع الحلقه مش هنعرف نخلصها. لكن دي مجموعه من الاهداف يا كابتن بلال يعني بسم الله ما شاء الله استلمت تحت ضغط بتشوط بتلعب بدماغك من اي حته يا كابتن بتجيب جوال. ودايما يا كابتن بلال يعني كان في وصف المساكين اللي لعبوا على كابتن احمد بلال بيتكلموا عليه او هم بيقولوا الوصف ان هو مدافع مهاجم رزل يعني مهاجم مش سهل بيشد وبيحجز وبيلعب بكتفه يعني يا كابتن يعني ناس كتير اشتكوا منك كابتن في مركز المساكين. والله بص يمكن الحمد لله يعني انا كنت دايما حريص انه يبقى عندي كل حاجه في الكوره يعني انا ما يعني انا ما كنتش محمود الخطيب يعني برقص 5-6 يعني فاهم قصدي. بس كنت لو في فرصه ان انا بعرف ارقص كنت بعدي فاهم قصدي. فرصه ان انا بعمل فنت بلعب ده مثلا جول جبته بكعبي تمام في ماتش المقاولين تمام حاجه كده حاجات كابتن بيبو يعني. فالحمد لله بص الواحد يعني خد بالك طول ما انت بتشتغل على نفسك يا عمر طول ما انت بتعمل يعني بتخرج كل حاجه طول ما انت بتأدي بشكل كويس طول ما انت بتقاتل طول ما انت عندك هدف عايز توصل له بتعمل كل حاجه. يعني انا كنت دايما بهتم بالتدريبات اللي فيها فوتورك كويس قوي يعني تمام بشتغل الحاجات اللي فيها كوردينيشن وبتاع الحاجات السؤال سبرنتات القصيره لان هي دي الشغلانه بتاعه الفرود الحاجات القصيره. الجون ده كابتن خطير الجون ده رهيب مش مالي ده خد بالك الجون ده كابتن المباراه دي يعني من اعظم المباريات اللي كانت في تاريخ الفريقين الاهلي واسماعيلي 4-4 دي حقيقه دي كانت بعد ماتش السته ما كانش ليك نصيب في ماتش السته في الاهداف انا عملت جونين في ماتش السته لكن ماتش الاسماعيلي يعني الجون ده يا كابتن الجون ده يعني استلام تحت ضغط وبعدين يا كابتن صعب قوي انك تجيب هدف والكوره تحتيك انت كراس حربه انك تعمل السوينج برجليك وبالشمال وتحطها يا كابتن لا يعني بصراحه يا كابتن يعني كنت وطبعا ده الهدف الثاني يعني لف بدوران بقى بس عايزين الناس عايزين اللعيبه الصغيره تتعلم بس احط لهم الحاجات دي في العلاقه.
بص كل دي كلها اللي انت بتجيبه ده كله جنب الشمال، خد بقى عشان تبقى فاهم، دي كلها حاجات بالشمال ماشي. لا الماتش الاسماعيلي الجون اللي قبل الشمال لا 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 في جونين في الاسماعيلي، واحد بالشمال واحد باليمين. لا كابتن احنا كنا مركزين اهو، ده بتاع الزمالك بالشمال يعني هو هنا بقى بيجيبوا لك اللي باليمين اهو عشان برضه ايه، عشان بالشمال ده سمير على فكره، ده لا ده برجاوي، استاذ برجاوي اللي بيعرض ده بالشمال. عايزين حاجات باليمين بقى عشان خاطر جبنا له بالشمال نجيب له باليمين عشان يبقى عارف. بس يا كابتن هي دي بقى الانطلاقه وهي دي البدايه مع مستر مانو الجزيري. هو ده الموسم. الموسم ده انا لعبت نص موسم، لعبت الماتش الاول بس في الاتحاد ماشي، وسجلت فيه الهدف، وقعدت نص موسم كام ما بلعبش، وجبت يمكن انا خدت ثاني هداف دوري عام، جبت 14 جول في السيزون ده في نص موسم. لعبت 13 مباراه او 14 مباراه سجلت 14 هدف فيه. كلموك في عقود في خلال الموسم الاهلي؟ لا الاهلي ما لا ما حدش كلمك في عقود الموسم انتهى. طيب انا كنت مبسوط يعني، انا بص موضوع الفلوس ما كانش فارق معايا بصراحه. طب العقد انت كابتن كنت لاعبها، كنت ماضي على الاستمرارات اللي كابتن ضياء السيد مضاها عليه. بالظبط هو ده السيد. طيب. ضحك عليا ماشي كلمه جد صحيح، ضحك عليا قال لي تعالى بس امضي البتاع ده، وانت ما بتحبش الاهلي عارف، جالي بقى في الحته الحساسه ما بتحبش الاهلي عارف، انت تحرجني ليه يا كابتن؟ ومضيتك انت على استمرارات والله، مضيت على ما خدش حاجه عارف. المفروض انا كنت فري يعني، ما كنتش يعني طبعا يعني حتى لو انت ماضي استمارات انت يحق ليك انك تسافر بره. دي حقيقه دي حقيقه، بس انا كان لازم امضي عشان خاطر ما اتايد، لان التأييد لازم استمارات. هم كانوا شالوا الاسم من الـ من الـ من القوائم، فكنت انا بقى خلاص فري يعني، فاهم قصدي؟ فبعدين جه ضياء السعيد بقى ايه، والله انا فاكر كان قدام اوضه عم جمعه الله يرحمه طبعا، فقال لي بص يا بلال انت الاهلي عايزك، ما تحبش الاهلي؟ قلت له ايه اللي احرج ده يا كابتن؟ مين اللي ما بتحبش الاهلي؟ ايه اللي احرج ده؟ في فلوس؟ قال لي لا. قلت له خلاص خد القلم اهو. ماشي والله مضيت له على الاستمارات على طول والله من غير ما افكر يعني. قلت له بس بص يا كابتن يعني بلاش الحركات اللي بتعملوها معايا دي، بلاش الحركات اللي بتعملوها معايا دي، انت مش عارفني كويس؟ قال لي عارف، امكانيات كبيره. قلت له بس خلاص. كابتن بلال والله وانا بتكلم معاك يعني لازم يعني اروح لتقرير كده مهم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا كان في جوله تفقديه اليوم للمشروعات الانشائيه بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر لمتابعه اخر التطورات العمل، وتحديدا النهايه او المواعيد النهائيه لاستلام المشروعات، واللي هتكون طبعا بمثابه نقله كبيره على المستويات كافة. وحرص الرئيس النادي الأهلي على الاستفسار عن كل الأمور من ممثل جهاز المشروعات الوطنية القائم على منشآت الأهلي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. وعلى هامش الجولة بفرع مدينة نصر التقى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمجموعة من فرق الناشئين مواليد 99 و2000 و2001 واللي كانوا موجودين لأداء تدريبات اليومية في حضور الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين. حرص الكابتن محمود الخطيب على الحديث إلى مجموعة اللاعبين والتأكيد على أن القيم والمبادئ النادي الأهلي تأتي دائما قبل البطولة، وأن الالتزام الأخلاقي هو البداية الفعلية لسلم النجومية والتألق، وأن ثقافة الفوز هي اللغة الأولى في قاموس الأهلي، لأنه طبعا قدر هذا النادي الكبير أن يلعب على الفوز في كل مبارياته، ولأن سقف طموحات جماهيره بلا حدود، وأن الشخصية عامل مهم ورئيسي في مواصفات لاعب الأهلي، وهو ما لا يأتي إلا بالالتزام الكامل، وحتى في منزل الأسرة لابد أن تكون طاعة الوالدين في المرتبة الأولى. وأبدى شباب الأهلي سعادتهم الكبيرة بالحديث الودي مع رئيس النادي الأهلي ورغبته في تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية والتأكيد على ثقتهم في أخلاقياتهم وقدراتهم على تمثيل الأهلي في المستقبل القريب. وشفنا زي ما حضراتكم تابعتم بالرغم من صعوبة الجو والعواصف اللي شفناها النهاردة، كابتن محمود الخطيب كان حريص أن هو ما يقطعش الزيارة اللي كان واعد بيها المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي ولا لعيبة الشباب، أن هو يكون موجود وأن هو يكون في تواصل ما بينه ما بين النادي الاهلي وقطاع الناشئين. طبعا طبعا الاعمال الهندسيه كلها كانت شغاله، ما كانش حد متاخر ولا حد اتاخر على النادي، وده بيدل على الالتزام الكامل سواء من طبعا المهندس سامح علي كامل او زي ما حضراتكم شايفين بالرغم من صعوبه الجو، وانتم شايفين الصوره مش محتاجه كلام ان الجو يعني الصوره صفراء، رمال وعواصف في كل انحاء القاهره والجيزه
والمحافظات كان يوم صعب جدا جدا، والاعمال شغاله وكل حاجه هيتم تسليمها ان شاء الله في الميعاد المعلن عنه، ده لو مش قبل الميعاد كمان، وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي ان دايما بنكون متفقين على ميعاد بنوعد بيه الاعضاء سواء في الانشاءات او في الصفقات زي ما حضراتكم شفتم بنوعد الجمهور، فبنحقق او بننفذ اللي احنا بنقول عليه طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بفضل خليه النحل اللي شغاله في النادي الاهلي طبعا تحت يعني الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب تحت النادي الاهلي، وبالتالي هما كله يعني كلنا متعاونين علشان نوصل لنتيجه مهمه في الاخر. ارجع تاني مع الكابتن بلال. طيب معانا المداخله دلوقتي كابتن خالد. طيب معانا يعني واحد من نجوم منتخب مصر ونجوم النادي الاهلي، وهو مش غريب على قناه النادي الاهلي، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ونائب رئيس اتحاد المصري كره القدم كابتن خالد العوده. كابتن خالد برحب بحضرتك. الو يا كابتن خالد. طيب لحد ما نرجع للكابتن خالد، كابتن بلال يعني عملت موسم رائع جدا وعملت موسم هدفتي فيه، وهرجع تاني الاهلي ايه اللي حصل بعد نهايه الموسم بقى؟ اتكلموا معاك في عقد؟ اتكلموا معاك في تفاصيل؟ ولا كانت الدنيا ماشيه بالحب؟ لا كله كان بالحب يعني. ما كانش فيه حاجه. لا كله كان، انا كنت باخد عادي 50,000 جنيه في السنه. هو يعني 50,000 جنيه عادة يا كابتن. والله 50,000 جنيه، وكنت مبسوط على فكره. في موسم كام يا كابتن ده؟ ده كان موسم 2000 انا كنت هداف الدوري ساعتها، خدت تاني سنه خدت هداف دوري. يعني يا كابتن 50,000 ده كان ايه مثلا؟ كانوا يساووا كام دلوقتي؟ ايه مثلا 500,000 جنيه مثلا؟ 50,000 ده هناك زمان يعني الشقه اللي كنت قاعد فيها ايجار كانت مثلا ب 250,000 300,000 جنيه، واللي بتاخد في السنه 50,000 يعني مش عارف بقى تساويها قايمه ازاي. يعني بتستلف عشان تكمل بقيه ال طيب بس خد بالك هي الفكره ما كانتش فكره ماده يعني. طبعا الفكره كانت فكره ان انت بتحب المكان ده. طبعا يا كابتن. تمام. ان انت طلعت منه. ما كانتش الفلوس هي بقى الفكره خالص بالنسبه لي. تمام. نهائي. كان انت الفكره كلها ان انت حبيت النادي الاهلي، كان نفسك توصل للمكانه دي، والحمد لله ربنا وفقك ووصلت للمكانه دي. فما كانش فارق اي حاجه، حتى احنا كمان يعني عايز اقول لك على حاجه يعني. طب نروح لكابتن خالد بسرعه. نروح لكابتن خالد. يا كابتن خالد. يا كابتن عمر. ازاي حضرتك؟ كابتن عمر منور على شاشه الاهلي. طبعا يعني يا ربنا يخليك كابتن. طبعا يعني سريعا عشان ما اطولش عليك، مباراه مصر والمجر وتعادل منتخب مصر. طبعا ببارك لحضرتك على بقاء امال وطموحات منتخب مصر في الصعود الى الدور الثاني، لكن عايز اعرف منك سريعا فرص منتخب مصر علشان يصعدوا الى المرحله الثانيه. طيب بص يا كابتن عمر، طبعا الحمد لله ان قدروا ولادنا حتى يلعبوا بمستواهم وقدموا مستوى جيد جدا جدا النهارده في مباراه المجر، فريق كبير المجر، فريق كبير في بطولات العالم. لكن فرصنا دلوقتي احنا بكره ان شاء الله نكسب انفولا باذن الله نتاهل رسميا الى دور ثاني. الحاله الوحيده اللي فيها ممكن ما تتاهلش ان قطر تكسب السويد وقطر تكسب الارجنتين. ومباراه السويد وقطر شغاله والنتيجه تعادل، ماشي تعادل واحد السويد. هي ان شاء الله باذن الله نتمنى تكسب الارض قطر، لو ده حصل نكسب انجولا بكره نتاهل رسميا. طيب منتخب مصر ان شاء الله لو يتاهل رسميا، هل ممكن نعرف مين من الفرق او المنتخبات اللي هتلاعب منتخب مصر في الدور الثاني حال تاهل المنتخب المصري؟ بص في حال تاهل المنتخب المصري هيبقى مجموعه صعبه جدا. بص رقم واحد النرويج والدنمارك تاهلوا رسميا من المجموعه الثانيه. والقريب للتأهل منتخب التونسي هيلعب بكره النمسا في مباراه برضه مهمه جدا تقريبا في الوقت الساعه. فلو تونس كسبت تتأهل برضه هي رسميا من ناحيه الثانيه. فيبقى عندنا ثلاث فرق او ثلاث منتخبات قويه جدا. منتخب النرويجي منتخب يعني لعب بطوله العالم فاينل بطوله العالم في اخر مره، ومنتخب الدنمارك على ارضه ووسط جمهوره، ومنتخب يعني مقابله بين دايما في ارضا منتخب مصر وتونس هو يعني ابطال افريقيا، فالمنافسه هتبقى قويه. هلا كابتن خالد، راضي على مستوى مصر اليوم امام المنتخب المجري؟ وكنت تتوقع نتيجه ولا النتيجه بالنسبه لنا كانت يعني مستوى كبير ونتيجه مفاجاه بالنسبه لينا كمصريين؟ بصراحه النهارده منتخب مصر ادى اداء اللي احنا يعني دايما متعودين عليه. المنتخب المصري لما بدا بطوله العالم ماتش السويد كان ماتش دايما يعني ماتش كويس قدامه، لكن مستوى منتخب مصر الفني في مباراه قطر
كان مستوى ما كانش يليق باسم مصطفى. مستوى منتخب مصر مع الارجنتين قدرنا نعدي المباراه بنجاح، لكن منتخب مصر النهارده موجود في ارض الملعب، موجود في مونديال العالم، وبيقول ان مصر فيها كره يد حديثه، كره يد محترمه، وفعلا النهارده ادوا اداء كويس جدا 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 المنتخب المصري 100% راضي عن منتخب مصر النهارده ولاعيبه منتخب مصر النجوم الكبار اللي عندنا، وخاصه عصام السيار حارس مرمى النادي الاهلي عمل دور رئيسي اساسي في فوز منتخب مصر النهارده، فعلا ادى اداء بروح عالي جدا جدا جدا، وفعلا لازم يكون كان الشخص رجل المباراه. وبرضه شعور طيب من كابتن علي فكري ان هو بعد ما خد احسن لاعب في المباراه يروح يديله الهديه ويقول له ان انت حارس المرمى الامين اللي فعلا قدر يتالق النهارده، والنهارده دي شهاده ميلاده الاساسيه في بطوله عالم كبيره، فيعني بنشكره جدا جدا جدا. وده اسم النادي الاهلي كابتن عصام الطيار حارس مرمى ان شاء الله القادم بقوه لمنتخب مصر. طيب كابتن خالد ان شاء الله يعني كل التوفيق لمنتخب مصر بكره امام المنتخب الانجولي، وان شاء الله حضرتك تكون موجود بقى ونحتفل كلنا بفوز منتخب مصر وصعوده الى الدور الثاني. وطبعا بشكر حضرتك وبنشكر كل القائمين في مجلس الاتحاد المصري لكره اليد، وبالتوفيق يا كابتن خالد لمنتخب مصر بكره ان شاء الله. كابتن خالد العودي طبعا يعني نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وكمان واحد من نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي في عالم كرة اليد، وكان مكالمة مهمة جدا يا كابتن عشان بس نطمن على مبروك طبعا منتخب مصر يعني طبعًا. ان شاء الله الصعود باذن الله يعني. طيب كابتن بلال انا الوقت طبعا بيجري والحلقة عدت يعني هوا، فيعني مستر مانويل جوزيه كان ليك معاك يعني كان في مواقف معينه مع مستر مانويل جوزيه، كان دايما لما بيجي يتكلم معاك كده كان دايما الموضوع بياخد سكه الهزار، كان يقول لك اشرح لك كده الاساسيات والبدايات، فاقول لك يا مستر مانويل احمد بلال يعني لا هو عارف ايه كنت بتسرع كده ايه اللي حصل بينك وبين بس مستر مانويل جوزيه يعني من المدربين، خد بالك احنا يعني تألقنا مع بعض يعني فاهم قصدي؟ يعني احنا تألقنا في الراوند الثاني مع بعض يعني أدينا بشكل كويس قوي، أنا كمان أديت بشكل كويس جدا 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 معاه الراوند الثاني، هو مشي أنا كنت في استقباله يعني كنت أنا بسلم عليه وهو ماشي، أما رجع وأنا رحت احترفت ورجعت ثاني، فكان في تدريب كده فهو عارف إن بيشرح بقى إيه يعني إزاي الفرد يسجل هدف يعني فاهم؟ فالكرة كرة ملعوبة على الأرض تمام؟ فهو الكرة اتلعبت على الأرض فبيقول لي لا تتشاط بوش رجلك الداخلي يعني مش دي ما تتشاط بوش رجلك كده، تتشاط بوش رجلك كده. فأنا قلت له أنت الكلام ده بتقوله لي أنا؟ لا طبعا لسه بدو جزء واحد من المدربين اللي انا كلنا نعتز بيهم. كابتن بلال الوقت جري معانا بسرعه، لكن انا حابب اختم بخبر نقوله لكل الساده المشاهدين ان رسميا الكابتن حسني عبد ربه نجم منتخب مصر ونجم نادي الاسماعيلي بيعتزل كره القدم رسميا، كان واخد القرار قبل كده لكن بسبب ظروف نادي الاسماعيلي كان مأجل القرار، لكن رسميا تم اعلان الخبر علشان كره القدم تخسر واحد من نجومها، واحد من اللعيبه المخلصه جدا سواء لناديها او لمنتخب مصر، واحد من اللعيبه اللي حققوا بطولات كتيره جدا في العصر الذهبي مع الكابتن حسن شحاته والكابتن شاء غريب والكابتن حماده صدي والكابتن احمد سليمان. كابتن احمد بلال شرفتني ونورتني واستمتعت جدا جدا بالحوار مع حضرتك. شكرا ربنا يخليك يا عمر، تسلم. شكرا ان شاء الله اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.